لا شك أنه من أحد أقطاب التخاذل والضعف والمشاركة أعتقد في هذا الدور المساند لغزة هو الموقف الفلسطيني الرسمي من خلال السلطة الفلسطينية. كان بإمكان السلطة الفلسطينية أن تتخذ موقفا مساندا لتطلعات شعبها الذي يباد في قطاع غزة. كان بإمكان السلطة الفلسطينية على أقل تقدير أن توقف التنسيق الأمني الذي تسميه تنسيقا أمنيا مقدسا. كان بإمكان السلطة الفلسطينية أن تتخذ قرارا برفع يدها وسلطتها وحصارها ومحاربتها للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية لتتعافى من جهود وجهود السلطة وضربات الاحتلال المتتالية بحقها. كان بإمكان السلطة الفلسطينية أن تتخذ موقفا دبلوماسيا وسياسيا فاعلا لمساندة الحق الفلسطيني ورفض كل الجهود التي تبذل من أجل تمكين هذا الاحتلال وزيادة البطش بأهلنا في قطاع غزة. كان بإمكان السلطة الفلسطينية أن ترفض زيارات بلينكن إلى المنطقة وخاصة إلى رام الله. كان بإمكان السلطة الفلسطينية أن تتخذ مع المجموعة العربية قرارات أكثر فعالية وتتحد مع هذه المجموعة وتتحد مع الجهود الدولية وتضغط باتجاه اتخاذ قرارات فاعلة باتجاه الحق الفلسطيني، لا التآمر على المجتمع الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة وتطهير عرقي. باعتقادي أن السلطة الفلسطينية كان المأمول منها اتخاذ قرارات وفعاليات أكثر حقيقة، لكن للأسف نجد على المسار الآخر أن السلطة الفلسطينية تتحدث وعلى لسان بعض مسؤوليها عن محاسبة المقاومة الفلسطينية، وكأننا في مرحلة التقييم، وكأننا في مرحلة أن المقاومة الفلسطينية هي التي تسببت بهذه المأساة. لم تدرك السلطة الفلسطينية ولم تعقب على مدار أكثر من 75 عام ماذا تعرض شعبنا الفلسطيني من مجازر ومذابح وتهجير وتهويد وانتهاكات بحق مسجدنا الأقصى. لم تتحدث السلطة الفلسطينية عن آلاف الأسرى الذين يتعرضون للانتهاكات واغتصاب لأعراضهم في سجون هذا الاحتلال. لم تتحدث السلطة الفلسطينية عن مشاريع الحكومة اليمينية المتطرفة داخل دولة الكيان، والتي كان على رأس أجندة هذه الحكومة التهجير وقتل الفلسطينيين وقتل كل ما هو متحرك داخل فلسطين. كان على أجندة هذه الحكومة الفلسطينية تهجير فلسطين من قطاع غزة إلى مصر والضفة الغربية إلى الأردن. هذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي ترى وترقب أن تضرب قطاع غزة بقنبلة نووية. كان على السلطة الفلسطينية أن تساند الحق الفلسطيني وأن تقف مع الحق الفلسطيني برفض كل هذه الإجراءات وترفض التنسيق الأمني وترفض تنسيق تسميه تنسيقا مقدسا وترفض استقبال قادة الولايات المتحدة الأمريكية وتقف موقفا حازما باتجاه الحق الفلسطيني والرافض للباطل الإسرائيلي الذي تعول عليه إسرائيل في أنها صاحبة هذا الأرض بسطوتها وبعنجهيتها وبعقيدة التدمير الذي تمتلكه.